نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: معلوم أن بركة الرسول صلى الله عليه وسلم ذاتية، لكن لماذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتمسحون به كما يتمسحون بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ما شرع لهم أن يتمسحوا به، وهم وقافون عند أوامر الله ورسوله، ما يعملون شيء إلا بأمر، ولم الرسول لم يأمرهم أن يتمسحوا به.